السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ناجي. الفيديو اللي فات اتكلمت فيه على حزب الكنبة، اتفهم لبعض الناس إن أنا بدعو الناس الشباب إنهم يريحوا ويعتمدوا على سؤال أولي الخبرة أو كبار السن عموماً وخلاص ما تعملش حاجة تانية، مع إن أنت عندك معتقد إن كبار السن دول هيدوك نتيجة عكسية أو هيحبطوك أو هيقعدوك. طيب نشرح الموضوع من البداية. حزب الكنبة قلت مصطلح سياسي ظهر في مصر بعد 2011، المقصود بيه ان في قطاع كبير من الجمهور المصري شايف الاوضاع برؤيه تانية، هو لا مع ده ولا مع ده، هو ليه وجهه نظر نحترمها. في الوقت ده انا كنت في سن او في ظروف او في حاجات معينه برضو كانت رؤيتي نفس الشيء، ان الناس دي عندها جمود سياسي او جمود فكري او الناس دي مش هتتحرك من مكانها او 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 دول مريحين او دول مكبرين دماغهم او الى ما الى ذلك. لكن الوضع لما انت بعد كذا سنه ولما بيتقدم بك العمر ولما بتنغمس في حاجه معينه بالنسبه لك، لا الناس دي برضه عندها وجهه نظر يعني معينه لازم تحترمها. اللي قصدت بيه في الفيديو اللي فات انك انت بعد ما تعمل بين قوسين، بعد ما تعمل اللي عليك وانت متاكد ان انت عملت اللي عليك ورجعت كل الخطوات اللي انت عملتها، بتيجي بعد كده لازم تشوف راي الاخرين من سبقوك. طب انت هتيجي تسال حد قول الخبره او كبير في السن، هتسال في ايه يعني؟ فرضا في مجال اليوتيوب، لما تيجي تسال حد خبره في مجال اليوتيوب سواء بقى كان كبير في السن او قاعد بقى، هتسال مين؟ حد في اليوتيوب. ما انت مش هتروح تسال حد مثلا يعني ملوش في المجال ده او مش فاهم فيه او مجال المعلومات او في مجال التكنولوجيا مش هيفهم فيه، هيديك يا عم يوتيوب ايه يا عم اقعد يا عم انتوا فالحين ده، طبيعي هيديك نتيجه سلبيه، انت سالت غلط، انت سالت في المكان الغلط. راح تلعب كمال اجسام هتروح فين؟ جيم، مش هتروح صيدليه، هتروح جيم. بعد ما تروح الجيم ده وتجرب فيه هتقدر تقرر الجيم ده كويس ولا وحش. هنا بقى اقول لك بقى انت عرفت بقى قبل، وارد ان انت تاخد معلومه من حد يحبطك، رغم انا ما بحبش الاسلوب ده حتى لو نسبه النجاح 1%، ممكن نشتغل عليها كويس، بس الشرط ان انت تكون عملت اللي عليك، اجتهدت. ولما تروح تسال تعرف تسال مين، مش شرط انك تسال اقرب ليك، لا حزب الكنبه ده انا اقصد بيه الناس اللي في المجال ده. هنفترض انه مجال اليوتيوب، يعني انا بعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا لما جيت عملت قناه في اليوتيوب دخلت على جوجل ازاي تعمل قناه على اليوتيوب، رحت عامل ايميل رحت عامل كذا، طبيعي جدا قابلتني مشاكل كتيره، مشاكل فنيه. لو كنت انا بقى سالت في البدايه كنت وفرت على نفسي حاجات كتيره، بس هو ده اللي بنحكي فيه. يعني واحد نسال حزب الكنبه، حزب الكنبه دي الناس بقى اللي عدت في المراحل اللي احنا عدينا بيها المراحل دي كلها، وبعد كده بنستشيره حاجه اقرب لك الموضوع بصوره اكبر. يمكن اللي متابع السياسه يعرف الموضوع ده. لما بريطانيا خرجت من الاتحاد الاوروبي لما وصلوا على نسبه التصويت لقوا ان 70% من نسبه التصويت هم كبار السن اللي متجوزين ال 50 سنه، وهم دول اللي رشحوا او اختاروا خروج الاتحاد الاوروبي لعده اسباب. الشباب او اللي راح الشباب كان كتير منه عازف، يعني هو حتى ما سالش او فهم او عارف تاثير الخروج ده ايه. كبار السن شافوا ان لا، ان سياده بريطانيا بتنسحب، الاتحاد الاوروبي عايز يبلعها، وان اوروبا عايزه تلغي سياده بريطانيا. وبريطانيا طبعا هو ما ادراك ما بريطانيا، يعني في وقت من الاوقات هي عندها عمله عالميه اللي هو الجنيه الاسترليني، كانت محتله نص الكوكب، اللغه بتاعتها هي اللغه رقم واحد على مستوى العالم، فكل ده بريطانيا حاسه ان الاتحاد الاوروبي هيسحبه منها فاختارت الخروج. اللي اختاروا الخروج هم كبار السن اللي عاصروا على الاقل الحرب العالميه الثانيه، شافوا لا بريطانيا ما ينفعش، وكان عندهم يعني نظرهم ساقط في الموضوع ده، لان بريطانيا قويه مش محتاجه لاوروبا قد ما اوروبا محتاجه لبريطانيا. دي نقطه اللي قصدت بيها، ان ساعات ان انت كبار السن دول او قول الخبره لما في حاجات مصيريه بتدخلوا فيها لا بيبقى قرارهم صائب طالما حصل حاله اجماع عليه. بس المهم انت بتعرف تسال مين، يعني مش عشان انت بس عايز تاخد راي حد في اليوتيوب وتقعد تسال مثلا ابوك او مامتك او حد قريب منك، هو لازم يكون هو اصلا فاهم في المجال ده او على الاقل متابع،
يعني لو هو مثلا بيتابع مثلا حاجات على اليوتيوب فيقول لك اه والله يا ابني انت تنفع تنفع، لكن لو هو ملوش علاقه بالتكنولوجيا عموما، يا عم اقعد يا عم امسك لك كتاب اقراه ولا اي حاجه، هيديك نصيحه غلط هو بنفسه ابوك. طب هو هل يعني عايز يضرك؟ لا هو مش عايز يضرك، بس انت اللي سالت غلط. ممكن يبقى ابوك يقول لك شايفك يا عم اقعد ليه انت هتعمل كذا، لكن تروح تسال عمك فيقول لك اه يا عم برافو ده انت ليك كاريزما، كاريزما ليك شخصيه، ليه بتعرف تتكلم كويس بتعرف تشرح، بس انت سالت فين؟ سالت صح. هو ده اللي قصدت بيه، ما قصدتش ان انت تروح خلاص بقى انا هعمل مجال فاروح اقعد ايه جنب الناس دي تحبطني. انا معاك ان في ناس كتيره بتحبط، بس في قدر التعليم، قدر التعليم ده بيفرق معاهم. ما انت تروح تسال السؤال، يعني انت عندك سؤال في الكيمياء تروح تسال بتاع الالعاب ما ينفعش. عايز معلومه على الاهلي تروح تسال في الزمالك ما ينفعش، يعني ما مش دي. اسال صح، اسال صح المكان المناسب لازم تسال فيه، وشرط ان انت تكون عملت اللي عليك، ويستحسن وانت بتعمل انك تسال. اسال واعمل اللي في دماغك، هو ما حدش هيشدك من ايدك او هيقول لك دراعك او هيقول لك اعمل اللي انا قلت لك عليه، لا. في النهايه انت اللي شايل ايه؟ موضوعك، شايل افتك، فانت عارف ايه هتنزل عليك ايه. لو شلتها مظبوط هتبقى الشيله سهله، لو شلتها اي كلام جسمك هيوجعك وضهرك هيوجعك. ده غير برضو السمات الشخصيه، طولة البال، الصبر، الذكاء، ازاي تعدي من المشكلة، يعني لقيت طوبة قصادك، عرفت تشيلها، عرفت ما عرفتش تطلع من فوقيها، تيجي من جنبيها، تعدي من تحتها، أنت لازم تتصرف. ولو ما عرفتش هتسأل مين؟ قول الخبرة، قول الخبرة. دول عموما في قطاع كبير منهم ما بيتكلمش، ما تعرفوش أي حاجة. يعني في ناس أنا اتعرفت عليها في مجال اليوتيوب ما شاء الله عليهم، افادوني كتير، افادوني كتير بصرف النظر بقى كبار السن صغار السن، انما الناس دي ما تسمعلهاش خالص صوت. فلما بتتعرف عليهم وتقرب منهم وتسالهم بيدوك نصيحه، هم مش عايزين حاجه، اصل هم لو عايزين حاجه هيظهروا، انما هم مش عايزين حاجه، هم شايفين الموضوع. فمثلا يجي حد يقول لي لا والله يا احمد انت المفروض تتكلم في كذا او تقول كذا او او تشرح كذا، لا يا احمد انت ما يعني ايه مثلا، انا جيت في دماغي فكره ان انا امشي على الترندات، فما لقيتش ناس فيهم، لان الترندات ساعات بتكون فضايح. فلانه اتمسكت في شقه ايه؟ فلانه اتنط من وهو مظبوط ممسوك في ايه؟ فلقيت حاجات غريبه انا ما اقدرش اتكلم فيها يعني، وما صحش ان اتكلم فيها، مش عشان هي عيب لا، بس انا ما اقدرش اتكلم فيها يعني، مش هلاقي نفسي فيها. هلاقي نفسي بقى ايه؟ قاعد بقى ايه؟ محتاج فتره اتدرب عشان اعرف اشرحها ازاي. فاتكلم في اللي يجي في بالك، اللي انت تحب تتكلم فيه. ده بجانب ان انت لازم تحب اللي انت بتعمله، يعني لو دخل مجال اليوتيوب عشان انت مجال الربح بس، ده هياخد وقت منك. انما مجال انت بتحبه وشايف ان انت ممكن تقدم فيه حاجه او تقدم فيه معلومه او انك تحقق فيه الشهره او توصل فيه لمنطقه كويسه، هتوصل. هي بتاخد وقت. طيب انا عرفت منين المعلومات دي؟ يعني انا ما وصلتش لسه وما عرفتش اي حاجه بالكلام ده من الناس برضو ايه؟ اللي ما بتسمعش حس ولا خبر، بس ليهم ايه؟ لما سالت ليهم في المجال، ليهم في مجال التكنولوجيا عموما. يقول لك لا ده فلان مر بكذا، ليهم عارفين حكايات وعارفين فلان ده مر بايه ومشي بايه، فيحكوا لك حاجات انت تبدا تحدد خطواتك، مش تيأس. مش تيأس. لا تحدد خطواتك، طب انت ماشي، انا ماشي خطوه، يعني في حاجات انا كنت ماشي فيها بخطوات غلط، وفي حاجات كان نفسي ان يعني كنت وفرت مجهود وفلوس وحاجات كتيره. لو كنت انا سالت فجهلي بالموضوع خلاني ما اسالش، فعشان كده لما بقول لحد او بتعرف على حد واجي اديله نصيحه لازم اكون انا فاهم في الكلام ده، يعني لما يجي حد يسالني في حاجه اقول له والله هسال لك واقول لك لو انا مش عارف، او انا بقول له ما اعرفش لان ما اعرفش حد في الموضوع ده. فعشان كده بنقول لا، الجا للخبره مع الثقه بالنفس. الخبره هتجيبها من عند حواليك، بس تعرف تسال مين. مين ده بيصادف معاك اللي هيديك راي سلبي؟ ممكن حد في نفس المجال يديك راي سلبي، ما انت مش هتاخد كل حاجه ما عادش لله كده هو احبطك. لكن انت اسال صح، وربنا دايما هنقول يا رب يعني وفقنا، يا رب وفقنا وارزقنا بولاد الحلال اللي ينور بصيرتنا، اللي يدينا معلومه صح، اللي يكون امين معانا، اللي يكون مخلص معانا. يعني انا مره في ناس من الناس السيئه قابلتها عقد لي حياتي، عقد لي حياتي،
انت ده انت وهتشوف فقلت له يعني بالراحه انت تدي سلبيات، انا ما كنتش بسالك نقطه معينه، انت ليه بتلف كل شويه؟ الفكره بقى ان الشخص ده بعد كده عرفت انه بيحبط اي حد، ليه؟ عشان ما يكونش ليه منافس، مع انك انت بعيد عنه خالص. يعني انت محتاج فتره، بس هو بص ده اقضي عليهم عشان ما يكبروش بعد كده. فكر، قابلته وشفته. وفي ناس بقى تكلمها لا عدت بقى بمراحل التعب دي كلها وشافت وقابلت وقعدت بقى وهي وانا شايفهم بيتقدموا خطوه ورا الثانيه، هي خطوات بطيئه بس بتتقدم. فلما سالتهم لا اعمل كذا، ركز على كذا، ده بيعمل كذا، ده بيعمل كذا، ده بيودي هنا، ده بيروح هناك. فبدات فكري اتغير لان انا عملت كل اللي عليا واجتهدت وراضي عن ادائي. طيب كل الشغل ده بتاعي ده وقفت مش عارف بعد كده النتيجه مش مرضيه ليا، فبدات اسال حواليا يا جماعه مين بيودي على فين؟ ففي اللي بياخد بايدك ويفهمك بالراحه وربنا وتدعي له دعوه حلوه، وفي اللي انت يعني بتبقى تقول بتلعن اليوم والحظ اللي وقعت معاه. وارد ان الامر ده بيحصل. فكره حزب الكنبه هي فكره الخبره، الرؤيه، الناس اللي كونت رؤيه، وعشان توصل للرؤيه ديت اللي هم وصلوا لها لازم تمشي بنفس المراحل وتوصل لهم. تسال صح. اذا في مجال سياسي يبقى حد بيفهم في السياسه، في مجال اقتصادي حد بيفهم في الاقتصاد، في مجال عسكري حد بيسال بيفهم في الامور العسكريه، في مجال تجاري حد بيفهم في الامور التجاريه. هنا النتيجه هتكون مناسبه ليك والراي هيطلع صح، حتى لو في اراء مختلفه هتلاقيها ايه قريبه من بعض. وهتفهم حاجات، لكن لما تسال في مكان غلط انت كان زي ما كنت دخلت كباريه تقول لهم قوموا صلوا العصر، ولا حد سمع لك ولا حد عارف لك اي حاجه. فالمجال بحسب الكنبه انا اسف ان كان الناس فهمت غلط، انا عمري ما ادعو للاحباط. حتى لو مريت انا بالاحباط بيبقى ظرف وقتي وبيعدي خلاص. لان احبطت، بعد ما احبطت وقفت هعمل ايه؟ وقفت، الاحباط هيوقفك وانا مش عايز اقف. أي ما يكون أنا همشي. وكلنا لازم نكمل المسيرة. بس شرط إن أنت تحبها برضه، بتحب اللي أنت بتعمله عشان تقدر توصل له. لما تحبه هتجيب نتيجة كويسة. آسف إن طولت عليكم. شكراً وتصبحوا على خير.